أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الرسالة الإعلامية واللي من خلالها وهدفنا منها إيصال رسالة تسليم السلاح إلى أكبر شريحة من المجتمع. طبعا سلطنا الضوء على العديد من قطاعات وزارة الداخلية ودورهم الفعال في حملة مع نجمع السلاح. أيضا كان لنا هذه اللقاءات مع العديد من فئات المجتمع والشارع الكويتي ورايهم في حملة مع نجمع السلاح، وخلنا نشوف مع بعض هذا الاستطلاع. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة وقفتونا، احنا قاعدين نمشي بس لأن الموضوع مهم، عشان شي وقفنا شوية لأن قاعدين نمشي نتمرن. صراحة أمانة يعني الموضوع هذا مهم جدا، ويعني لا يعني مهما تسوي وزارة الداخلية ولا الحكومة ولا الناس المسؤولين عن جمع السلاح يسوون أي شيء، إذا ما يصير تعاون من المواطنين والوافدين المقيمين بالكويت ما راح تنجح العملية. وصدقني صدقوني يا جماعة، هذا الكلام موجه للناس اللي عندهم أسلحة واللي يعرفون الناس عندهم أسلحة. فأعتقد أن دولة، أي دولة بالعالم بدون نظام بدون هذا، صدقني ما يكون فيها استقرار. فصدقني أول شيء الله موجود سبحانه وتعالى يحمي حامي البلد هذا، ويحمي حامي كل ناس نيتهم زينة وناس مخلصين لوطنهم. فاعتقد ان السلاح هذا ما راح يسوي لك شيء، ما يعني لو بتحطه السلاح بالفوضى بالهذي ولا فيها بطوله انك عندك سلاح والله انا خاشه واني انا بطل، لا لا بالعكس. صدقني التعاون مع وزاره الداخليه، وانا خاصه اشيد على وزير الداخليه الحالي الشيخ محمد، معالي وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد، رجل مجتهد ومخلص وقاعد يشتغل باخلاص، والمسؤولين طبعا اللي معاه في وزاره الداخليه، فارجو التعاون معهم لأن هذا صدقني أملك، أنت اللي حامل السلاح قبل لا يكون أمل لباقي المواطنين. فأعتقد أن هذه مسؤولية الجميع ومسؤوليتنا إحنا كمواطنين وكمقيمين في هذا البلد أكثر من المسؤولين على الدولة. صدقني مهما أنت بتغش وبيعملون بيجتهدون، إذا أنت ما تتعاون وياهم لأمنك أنت بالأول وبعدين لأمن الوطن، صدقوني. فأعتقد أن هذه اللي راح يصير، وهالحملة هذه اللي قاعد تصير لازم احنا نتعاون فيها، وصدقني امن وامان لنا كمواطنين وكمقيمين على هذا الارض وللوطن ان شاء الله. وان شاء الله ان احنا ما عندنا ثقه كبيره بالمواطنين وبالمقيمين اللي عندهم سلاح ان يتعاونون مع وزاره الداخليه لحل هالمشكله الكبيره ان شاء الله. يعطيكم العافيه على هذه الحمله، الحمله ممتازه، الحمله تعبر عن شعور جدا ممتاز اللي هو عن الأسلحة، لأن في الظاهر وايد أسلحة وإحنا ما كنا ندري، بس الحملة هذه طلعت كل هالأسلحة، وإحنا طبعا دائما نوقف مع هذه القوانين اللي في صالح الوطن. وإحنا قمنا نشوف إعلانات هذه عن الجمع السلاح متروسة، وقمنا نلاحظ قمنا نعرف بعد سنين هذه أن في أسلحة، وهذه طبعا كلها حق مصلحة الشعب الكويتي. ويعطيكم العافية. والله صراحة أحسن قرار وأحسن قانون طلع من مجلس الأمة، وهذا يعني طبعا جمع السلاح هو لأمان المنطقة، لأمان الكويت، لأمان الشعب، عدم الفوضى. وجمع السلاح شيء زين، السلاح شيء زين، 100% أيد أن يجمعون السلاح. طبعا جمع السلاح زين حق الشباب هالأيام، في ظاهرة وايد مو زينة، كل ما واحد خز الثاني طلع له سلاح وذبحه، ولا الشخص مثلا موقف ما موقف عشان هالموقف يذبحون ويطاققون لانه فراغ،
عندهم سلاح، عندهم الأشياء، هذا كله أكبر غلط قاعد يسوونه. فالأفضل الأفضل أن يجمعون السلاح، وأنا ما أيد بس أن يجمعون السلاح، أن واحد يسلم سلاحه، لا، أن يروحون يفتشون، يدشون بيوت، يدشون أماكن اللي يشتبهون فيه أنه عنده سلاح ويسحبون سلاحه، لأن هذا أمان حق البلد وحق المواطنين. وإحنا الله يديم الكويت ويحفظ الكويت من كل من كل المكروه إن شاء الله يا رب العالمين، ويحفظها ربي ويحفظ صاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد، ويحفظ شعب الكويتي والحكومة ومجلس الأمة وكل الدنيا إن شاء الله. الله يحفظهم كلهم، ويحفظ تلفزيون الكويت ويخليهم ويحفظهم إن شاء الله، وجزاكم الله خير. لا يختلف اثنان على انتشار السلاح في دولة الكويت الحبيبة، ولا يختلف أيضا اثنان على ضرورة وأهمية جمع السلاح، وهذه الحملة التي قامت وزارة الداخلية مشكورة بعملها، ونشد على أيدي المواطنين ونلزم يعني المواطنين ونهيب المواطنين جميعا بضرورة تسليم سلاحهم لضمان أمانهم وأمان أبنائهم وأمان هذه الدولة الحبيبة. عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، أتمنى أن يكون هذان العنوانان هام جدا عاجل جدا هما اللذان سيحركان فينا الدافع لتسليم ما لدينا من أسلحة غير مرخصة. مشاهدينا الكرام، للفن أهمية كبرى، وسيلة للتخاطب والتفاهم، ويعتبر أيضا رسالة لها تأثير كبير على المجتمع. من خلال رسالتنا راح نستضيف معنا الفنان التشكيلي سامي محمد، نستطلع رايه ودوره من خلال مجسماته في دعم حملة جمع السلاح. طبعا أستاذ سامي، نشوف المجسمات اللي عندك تحكي معاناة سواء بالسلاح أو من غيره، فنبي نبذة عن المعاناة اللي تحويها المجسمات اللي عندك، وإذا كان في مجسمات معاناتها بسبة السلاح إذا تحب تتكلم فيها. القضية اللي أنا متبنيها في أعمالي قضية إنسانية شائكة وكبيرة ولها تاريخ طويل معاي من تقريبا أكثر من 30 عام، وأنا متتبع جيد لنشرات الأخبار وللصحف عن القضايا للإنسان ومعاناته، وأشمل فيها وتكون قضيتي هذه قضية شاملة، يعني مو بس هي السلاح، قضية كبيرة يعني. لكن إن ركزنا على بعض القضايا اللي أنا أتطرق لها، مثل قضية صبرة وشتيلة، يعني صبرة وشتيلة مجزرة ومجازرها سياسية وفيها السلاح يلعب دور يعني. فإذا هني السلاح هو يعني عنصر خطير، خطر جدا إذا يمتلك الإنسان في منزله وفي بيته، وأعتقد التسليم هو واجب وطني لكل شخص قلبه على هالديرة هذه الحبيبة. إن شاء الله يعني الناس اللي تستمع إلى هالبرنامج القيم إن يعني تصغي إليه وتصغي إلى من قاعد ينادي في جمع السلاح، لأن السلاح هو عنصر خطر جدا بالمنازل إن لم يكن في يد الدولة، يعني يد الدولة هي الكفيلة والدولة هي المعنية في السلاح، وليس المواطن المعني في السلاح. أستاذ سامي، كل الشكر لك على المجهودات الطيبة والمجسمات اللي تحمل في طياتها رسالة مهمة، وأيضا نشكرك على دعمك لنا في هذه الحملة الوطنية، وكل الشكر لك. يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا، ونشكر كل القائمين على هالبرنامج الجميل.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في رسالاتنا الإعلامية، فخلكم معنا. مشاهدينا الكرام، شاهدنا برسالتنا اليوم ما للفن من أهمية في توصيل أي رسالة وتأثيرها على المجتمع، وقابلنا بعض الفنانين وخذينا رأيهم بموضوع حملتنا. بذلك وصلنا بكم إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، ويدا بيد لإنجاح الحملة الوطنية مع النجم على السلاح.